احنا نبدا مراجعه يونت 3 ديفرنت بيبل ويك يعني ضعيف بيبي بيرد طائر بيبي انت نمله بور فقير رايس رز كوين ملكه فاست رانر عداء سريع ميرر فيتشرز فيتشرز يعني يا شباب يس سمات او صفات جامب يقفز انجوي يستمتع تنس فولي بول كرة الطائرة باسكت بول كرة السلة بلاي سبورت او دوا سبورت بلاي فيديو جيمز لوك لايك يشبه ات هوم في المنزل تيم فريق ارم ذراع سبورتس رياضة شعر اشعر اللي هو بلوند الشعر المجعد كيرلي هير دارك هير ستريت هير شورت هير لونج هير بيرد مستاش جلاسز سبورت ستار فان فوتبال سكور جول سمايل سكواش هاو تول او هاو لونج بيبل انسكت سترونج بيرد. يلا نحل هنا اتفضلي شيكابالا سبيس ا لوت اوف جولز سكورز سكورز ا لوت اوف جولز يعني بيسجل العديد من الاهداف. اتفضلي يا علام. ا بيبي بيرد از فيري ويك ضعيف جدا ات كان نوت فلاي فور ميني اورز ما بيقدرش يطير ساعات كتيره. هي ويرز هيز تو سي بيتر glasses. A plane is very fast. سريعة جدا. A plane is very fast. It can go at 900 kilometer per hour. بتتحسب بالسرعة بتاعتها بالكيلومتر في الساعة. My aunt is very, she always gives me big presents. Kind, عطوفة جدا. How space is the Cairo Tower? It's 187 meters. How tall? عشان tower برج يبقى رأسي. Camels are very, they can carry 200 kilos of bags. هو بيقول ان هما بيقدروا يشيلوا 200 كيلو يبقى هما طوال. Strong, أقوياء. The Queen of England is very, she has got many houses. Rich. غنية جدا. محمد صلاح is an Egyptian sports star. We play football by the ball. والله الكرة القدم بنرمي فيها الكرة. Kicking the ball. رمضان صبحي plays for pyramids. My father has got a بص ادي ما تجيش مع glasses لان glasses جمع وهير اسم لا يعد يبقى ما فيش غير دي اللي تنفع beard عشان دي الوحيده اللي تاخد ا. Everyone likes Amira because she is very kind. بيحبوها لانها عطوفه جدا. I can't lift this chair. I can't lift that chair. مش قادر اشيله. My arms are weak. دراعاتي ضعيفة. So I has got hair. Long hair. شعر طويل. Amira got a car. She walks to work. تروح ماشي يبقى ايه؟ Hasn't got a car. ما عندهاش عربية. My best friend has got short dark hair. عندها أو تمتلك. He lives in England, so he can speak English. Got glasses. I. طبعا في got يبقى لازم have أو has. I have got glasses. ده على سنة أولى ابتدائي. Have you got long hair? No, I have got short hair, bro. يبقى هنا have عشان الايه؟ بقيت الجملة.
لو كانت ما فيش حاجة كنا قلنا no I haven't. At school you can. You can talk to your friends at break. في المدرسة تقدر تتكلم مع أصحابك في البريك في الفسحة. The twin brothers التوأم in my class دور مين؟ twin brothers جمع دول. هو الجمع بياخد هذا يا ابني. الجمع ما بياخدش هاز دي خالص, يبقى ما ينفعش هاز وما ينفعش جتس عشان دي بتاعت مفرد, وهازنت دي بتاعت مفرد, يبقى هافنت جات. My father is very busy. He take many holidays. هو بيقول لك ان هو مشغول جدا يبقى بياخدش اجازات. He can't take many holidays. Has your brother got have وهذه يبقى got. ريم and you got يبقى هنا have او has. طب ريم and you دول جمع يبقى تاخد have ولا has. have ريم and you got the same father. بص مبدئيا دي اشطبها كده واكتب has لان مفيش حاجة اسمها does he got, يبقى اسمها has he got. Can you phone at 6 PM? No, I can't. أحمد and رجب have got عشان جمع ياخدوا have. You can't. Can we can't يا محمد. Letter A. Live. Can we can't بيجي بعدهم فعل في المصدر. Has she got glasses? No, she. Yes, she hasn't. مفروض yes, she has. آية have. آية مفرد تبقى تاخد إيه؟ has. All my brothers and sisters have get. Have got. Can give. We can give. دايما مصدر مع can. طارق the uncles عمامه. طارق the uncle عمه has got a beard but he has got a mustache. but بتخلي الجملتين عكس بعض. هنا he has يبقى هنا he ايه؟ hasn't. هنا he has يبقى هنا hasn't. hasn't got لان but اللي قبلها عكس اللي بعدها, فهنا يبقى hasn't got وهنا has got. Have you got a car? Yes, I have. رهاية. Have Summer's dad has عشان Summer's dad ده مفرد. ألا we have got. She have, she has. بس انت انت اللي قلتي صح. يلا يا فجر. احمد and I جمع يبقى have yes. رغد دعاء can jump عشان كان والمصدر. عمر is busy so he كانت مشغول يبقى مش هيقدر يلعب كرة. What can he do? كان يبقى مصدر. برافو. She has got. Have you got? Diary اللي هي الايه مفكرة او المذكرات اليومية. Strange غريب. ساينس علوم. جو هوم يرجع البيت. جيم لعبة او مباراة. كليفر ماهر او ذكي. هيستوري التاريخ. فاني مضحك. تشيك يعني يفحص او يراجع. لاف يضحك. شاوت يصيح. اونلاين اوف لاين. سيمبل بسيط. وندرفول رائع. ديسيجن قرار. فرايتند
مرعوب أو خايف. swim يسبح. good at جيد في. bad at سيء في. وبيجي بعدهم verb plus ing. good for يعني مفيد لي. المدونة الإلكترونية قلنا اسمها إيه؟ blog. شجاع brave. موقع على الإنترنت website. رئيسي أو أساسي main. مرعب أو مخيف scary. يخمن guess. غاضب angry. ممل boring. ملكة queen. كراسة notebook. مرتين twice. مشغول busy. مغامرة adventure. السباحة swimming. يبدأ start أو begin. يرسم draw. يقابل meet. يقابل ميت. قلب heart. heart يفهم understand. واضح clear. نظيف clean. واضح يعني ازاي. appear يعني يظهر. واضح يعني clear او obvious. ablog. يلا بينا يا ريام الاول كده. ablog اللي هي المدونة الإلكترونية is a or an on which someone writes regularly. عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن website. موقع على الانترنت تقدر تكتبي عليه بانتظام. I read Alice's Adventures in Wonderland. انا قريت قصة أليس في بلاد العجائب. which is a wonderful children's story. وهي قصة أطفال رائعة. A busy person is always doing something. Yes, دايما بيعمل حاجة. Alice had a lot of... ماشي. مين دوره؟ تفضلي. Is a person in a book or a film character. Yes, شخصية عبارة عن شخص في كتاب أو فيلم. Alice had a lot of adventures. Yes. كانت عندها مغامرات in Wonderland. I love learning about how things work. So I love محمد how things work. يعني ازاي الحاجات بتشتغل. ده بنعرفه في ايه؟ science العلوم. A brave person الشخص الشجاع is happy to do something dangerous. بيبقى فرحان الشجاع ده انه يعمل حاجة خطيرة. I like أحمد حلمي. His films are so... أفلامه angry, غاضبة. stupid, غبية. angry, غاضبة. sensible, رزينة. funny, مضحكة. أحمد حلمي, funny. I go to the zoo twice a week. مرتين في الأسبوع. My grandfather is sensible, عاقل, رزين. He gives us good advice, بيدينا نصائح. I like drawing, so... إيه يا عمر؟ بيقول بحب الرسم يا عمر. يبقى art. I like adventure stories. They are... exciting. ممتعين. سلمى is very frightened. frightened of. frightened of. خايف من. frightened of the dog. good teachers always. good decisions. make good decisions. يعني بيتخذوا قرارات صحيحة. something scary. حاجة مخيفة. makes you feel frightened. خليك تحس ان انت خايف او مرعوب. احمد loves art at school. like we love we enjoy doing. yes. فجر you like playing tennis. قالت قلت دو صح. do you like playing tennis. I don't like painting. ما بحبش الرسم. but I love swimming. love تاخد الverb plus ing. like we love we enjoy. I don't like flying.
بحبش الطيران. يلا يا سيد. دينا لايكس بينتينج. قلنا لايك ولاف وانجوي، لازم اي ان جي. نهى لايك سويمينج. ازاي طيب؟ نهى مفرد، المفرد عمره ما بياخد دونت ولا ياخد ارنت، يا اما ياخد ايزنت يا اما دازنت. طب الفعل في المصدر يبقى دازنت، لان ايزنت تجيب الفعل فيه اي ان جي. داشي براف. I don't like computer games. Playing like we love we enjoy. ياخدوا الفعل متضاف له ing. Don't doesn't didn't أو like أي فعل في المصدر. بس بعد like لازم الفعل ياخد ing. He prefers زيهم برضو. Like we love we prefer we enjoy. يبقى doing. He prefers doing math. هو بيفضل حل الرياض. They'd like دي ما لهاش غير حل واحد. Like would like دي بيجي معاه ايه؟ to المصدر. يبقى they would like to play computer games. افتكر معاه like love وenjoy وprefer يفضل و good at و bad at و great at. كل دول لو جه بعدهم فعل بتعمل فيه ايه؟ بتضيف له اي ان جي. طيب would like و would love دي بقى شباب لو جاب لك would ومعاه لايك او لاف او بريفير، دي لازم تو والمصدر، والاختصار بتاعها بيبقى ابوستروفي دي. اد لايك ويد لايك ويد لاف، لازم طالما في ود دي او دي يبقى لازم تو والمصدر، ما ينفعش معاها الاي ان جي دي. فين يا نجم؟ نهى از باد ات مين؟ قول يا ساء. دروينج. اي كوايت لايك الى حد ما بحب ايه؟ يلا بينا يا رام. لايك لسه قايلين الفعل معاها ايه؟ اي ان جي. يبقى اي كوايت لايك دوينج. لايك ولاف وانجوي وبريفير ing. Does she love cooking? Yes, she does. Salah likes playing video games. Like ing, bro. Soha is good at making. Good at و bad at ing. على سنة خمسة دي. Does your father like travel? Like ايه؟ يبقى ايه؟ traveling. Ahmed likes watching. يلا سي. I'm not good at running. بنحط لها كمان N. We love going. My brother and I don't like watching. Yes. Hate زيهم برضو عكس like و love. يبقى I hate walking. أنا أكره المشي. Would you prefer riding? نشيل الإي ونحط ING. Riding. أيمن dislikes يكره زيهم برضو having dislikes having dirty pets. Doesn't I love watching. They don't like don't
do they like? He would like to drive to the Mazda. مين على الدور؟ Oh, they aren't good at speaking. Good at و bad at يجي معهم ING. Speaking. Does آية like عشان does يبقى الفعل في المصدر. رهام is you but are you good at English? Difference يعني اختلاف. Join يعني انضم او يلتحق. Decision قرار. The country الريف. Main يعني رئيسي. Have lunch يتناول الغداء. Easy for سهل لي. Personality الشخصية. Discuss يناقش. Review مقال نقدي. Island جزيرة. Secret سر. Scary مخيف. Sensible عاقل او رزين. Clever ماهر. Short قصير. Remember يتذكر. Playground الملعب. Reading القراءة. Open يفتح او مفتوح. Different مختلف. كرسي متحرك. Wheelchair كنز. مين اللي عارف كنز يعني ايه؟ treasure شخصية character. funny ها عندنا امتحان على اول ثلاث وحدات المرة الجاية. classroom travel pool appearance best friend together nice information wonderland problem storm think tell important person late speak my favorite book is called يسمى كتابي المفضل يسمى treasure island جزيرة الكنز. I like Basil because he's a lot of fun لأنه مسلي. People who can't walk can use wheelchair to travel around. Yes. You shouldn't tell people about your secrets. Never shout. Never shout at your parents. Ahmed. لا تصرخ في أبويك. Shout at. Traveling around Cairo in the rush hour. Rush hour اللي هي ساعة الذروة. Rush hour ساعة الذروة اللي هي الزحمة يعني. Is not easy. This is an exciting book. ده كتاب مدهش أو مشوق. It was written by نجيب محفوظ. تم كتابته بواسطة نجيب محفوظ. محمد صلاح joined Liverpool football. علي استال and his mother is short. They are different. مختلفين. What's your father? He's friendly. What's your father like? احنا قلنا look like دي لما يقول what does your father look like. لكن what's your father like? Can you tell me more about his مين عارف؟ features. Can you tell me more about his features? ممكن تخبرني عن صفاته أو مميزاته أو سماته. My cousin has got a funny personality. عنده شخصية مرحة. My sister Lena has got long hair and glasses. Means when two or more people do something with each other. Together. Yes. مع بعض. You should have a good appearance. لازم يكون عندك مظهر حلو. When you have an interview. لما يكون عندك مقابلة شخصية. حلو التست في الهومورك يا شباب. التستات بتاعت ده انا هبص عليها المرة الجاية. وهيبقى عندك امتحان على unit 1, 2, 3. Thank you and goodbye.